إذن معلقة كبيرة ديال زريعة الكتان. نعم. معلقة كبيرة ديال الحب برشاد. إيه. خمسة ديال الخروبات اللي كنقطعوهم. خمسة ديال الحبات ديال الخروب اللي كيتقطعوا. كنزيدوا عليهم نص سطرة ديال الماء المغلى. إيه. كنخويو عليهم، كنخليهم واحد 3 ديال السوايع حتى 4 السوايع حتى كيطلقوا. من بعد كنغليهم فوق النار. إذن غير كطلع الغلية الأولانية كنحطوهم وكنصفيهم في واحد السيف ديال حياتي. هذاك الماء اللي كنحصلوا عليه وديك الماده اللي كنحصلوا عليها هي اللي كنشقوا بها الشعر ديالنا، كندهنوها على الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوها ساعه ومن بعد كنغسلوها. مره كنغسلوها بالشامبو، مره كنغسلوها بالماء عادي، وكنداوموا عليها هكا باش تكون يوميا كنديروا هذه الترطيبه هذه، وكنستعملوها كسيروم. كسيروم يعني لا كنديروها وكنغسلوها يعني ام ماسك. ولكن مره كنغسلوها بالشامبو مره بلاش باش ما نستعملوش الشامبو. ممكن هذه الوصفه يستعملوها كل يوم؟ اكيد، فاحنا غنستعملوها كل يوم، غير الشامبوان كيكون غير جوج ديال المرات في الاسبوع، الايام العاديه كنغسلوها بالماء بوحدو. الوغ كوقايه وكعلاج للقمل والصيبان، المشكل اللي كتعاني منه الكثير من الامهات مع فصل الصيف، سواء في الشاطئ او في المسبح او في لابيسين او غير الصهد الوليدات وكيبقى الشعر فاسد، البنيات دغيا كيشد فيهم القميلات، شنو نصيحتك دكتور عماد؟ فغادي نعطيو الوصفه اللي كنعطيو دائما اللي كتقضي على القمل، اللي غنديروا فيها زيت الزعتر، زيت خزامة وزيت فليو. نعاودو، زيت زعتر وزيت خزامة وزيت فليو، معلقة كبيرة من كل زيت اللي كندهنوها على الجلدة ديال الشعر. وكنعاودو نذكروه هنا الزيوت الطبيعية ديال الزعتر ود الخزامة ود فليو، ماشي الروح. ماشي الروح، نعم. حنا ملي كنقولو الزيوت راه يعني الويل فيجيتال ولا الويل فيكس ولا الماسيغا. نعم. دونك ما عندهاش علاقة بالويل اسونسيال. هي معلقة كبيرة من كل زيت. زيت كندهنو بها الجلدة ديال الشعر، والشعر كنخليوها من ساعة حتى ساعة ونص، من بعد كنشطوها بديك المشيطة الرقيقة. ضروري 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 مشطو، اسمح لي دكتور عماد، ضروري مشطو، لان خصنا نعرفوا بان الصيبانه هي البيضه اللي كتولي الا كبرات كتولي القمله ولا البو. القمل كيطير من شخص لشخص هي باش كيعادينا، واني راه الصيبانه هي الاساس. الا ما ماتتش وكيفاش غنقتلوها؟ هي خصنا نحيدوها من الشعر، تخرج من داك. شنو التقنيه اللي كتنصحي بها الامهات؟ مشطه ديال القرن بور اون فوا، انا جو سوي كونتر مشطه ديال القرن استعمال يومي، ولكن في هذه الحالات، في هذه الحاله المشطه ديال القرن القديمه، لان السنينات كيكونوا مزيرين، فكتعاوننا اننا ننزلوا هذاك السيبانه و لا لونت ولا المشيطات اللي كيكونوا مع لي برودوي اللي كيتباعوا في لا فارماسي. ضروري، علاش اكدت؟ تسمح لي الدكتور عماد، لان السيدات كيصحابهم كيديروا مثلا الزيوت اللي عطى الدكتور عماد ولا اي برودوي خاص وصافي وغيمشي وصافي. لا، هي راه مهمه، والله يكون في عوان السيدات اللي عندهم، خصوصا البنات، ما حنا اللي عندنا الاولاد بعدا راه مهملين شويه ساهل. اللي عندهم البنات كيكون الشعر قوي تبارك الله وكيكون طويل كيتعذبوا، ولكن خاصهم يصبروا. هذه هي العمليه اللي غادي تساعدهم انهم يحيدوا هذا المشكل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.